الخير والتفاؤل على كل مشاهدينا ومتابعينا. النهاردة هذا الصباح بيأتيكم يوم الثلاث 17 مارس 2020. يا رب إن شاء الله يكون يوم جديد بيحمل أخبار سارة. نخرج شوية برا الأخبار يعني الكئيبة اللي بقالنا كام يوم كده بنتابعها أو بنسمعها. إن شاء الله يا رب النهاردة يكون يوم مليء بالتفاؤل. صباح الخير يا عمر. صباح الخير يا كريمة. صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح إن شاء الله يعني كل حاجة حلوة بإذن الله. النهاردة اليوم الثالث من الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة، نتمنى إن شاء الله إن يتم ال 14 على خير، ال 14 يوم على خير بإذن الله. يا إما زي ما بيقولوا يا إما انتشار يا إما انحسار إن شاء الله. الأجازة في الحقيقة اللي هتتاخد يعني اللي إحنا واخدينها مش للرفاهية أو للخروج أو للفسحة، لا في الحقيقة الأجازة متاخدة عشان نقعد في البيت شوية، نقعد نستقر كده عشان الأمور تبقى أهدى كتير، ما يحصلش أي مشاكل إن شاء الله الفترة اللي جاية. في الحقيقة نتمنى مناشدة من الجميع إن الكل في الحقيقة يلتزم بيته الفترة دي عشان الأمور تسير في أفضل وضع كان بإذن الله، وتبقى الأمور تمر على خير يعني إن شاء الله، والأمور تعدي يعني زي ما بيقولوا. زي ما بنقول إن كل حد بيعمل دور، يعني مفيش حد ملوش دور يا جماعة. إذا كانت بالزبط. الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات، وده من بين حواراتنا إن شاء الله النهاردة اللي هنناقشها في هذا الصباح. أنا كمان عليا دور، عمرو عليه دور، كل حد فينا عليه دور، وإن شاء الله هو ده اللي بيوصلنا دايما لبر الأمان. الموضوع جماعي، واحد بس يايا ممكن يعين ناس كتيرة جدا بالزبط. عشان كده هي مسؤولية مجتمعية جماعية ومجتمعية والكل عليه دور ولازم الكل يقوم بدوره. في الحقيقة كمان يعني الإجراءات الحكومة اللي اتخذتها في الحقيقة كانت إجراءات محترمة جدا، إجراءات سريعة جدا، فعلا هي دي إدارة الأزمة اللي احنا بنتمناها في مصر. فعلا كل التوفيق إن شاء الله إن الأمور تسير في أفضل وضع كان، لكن في الحقيقة زي ما قالت كريم إن احنا لازم يكون علينا دور كبير جدا. الحكومة بتتخذ إجراءات وقرارات وقائية لموجة كورونا، ده إن شاء الله أولى فقراتنا اللي موجودة معانا في هذا الصباح اليوم. كمان معانا موضوع مهم جدا وهو زيادة المخصصات اللي خاصة أو اللي هيتم توجيهها لقطاعين مهمين جدا، ودايما بنتكلم عن الموضوع ده. احنا محتاجين فلوس أكتر ومخصصات أكتر للعمليات التعليمية وللمنظومة الصحية. ده بشكل غير مسبوق تم توفير مخصصات مالية لهذين القطاعين الحيويين الهامين بشكل غير مسبوق. ده هيكون تاني حوار إن شاء الله في حواراتنا النهاردة في هذا الصباح، بالإضافة طبعا لحواراتنا الأساسية من رياضة ومن اقتصاد ومن متابعة لأهم وآخر أخبار الصحافة اللي طلعتنا بها الصحافة المصرية النهاردة. تمام، كمان عندنا وقفة رياضية وقفة اقتصادية بإذن الله، لكن بعد الفاصل هنروح مباشرة لأخبار بقى البروك فأخبار كورونا كده، نشوف المستجدات في كل مكان بعد الفاصل. كابتن محمد سيد، النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا بتقابل ناس كتير، هو الإحباط في الدايت. ليه الناس بتحبط في الدايت؟ هوريكم النهاردة 5 نقط الناس بتعملهم غلط فبالتالي بتحبط في الدايت أو مش تقدر تكمل الدايت. أول حاجة إن الدايت مش بيتناسب مع يومهم، بمعنى إن الدايت بيكون فيه أكل كتير أوي 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 مش مناسب ليهم. يعني شخص بيشتغل 10 ساعات بره البيت مش بيقدر إن هو مثلا يأكل شوربة خضار، مش هيقدر كل يوم ياكل شوربة خضار، ومش هيقدر كل يوم ياخد فراخ مسلوقة او كده، فبالتالي بعد فترة بيحبط ومش بيقدر يكمل. اول نقطة دي عشان نعديها لازم اعمل الدايت او اللي هيعمل لي الدايت او النيوتريشن بلان خاصة بيا، لازم يبقى اكلي انا هقدر اوفره سواء كنت جوه البيت او بره البيت، عشان ما ابداش ان انا اواجه مشكلة كبيرة. الموضوع ده بيواجه ناس كتير، بالذات الناس اللي بتشتغل او شغلها كتير في عدد ساعات بره البيت، مش بتقدر ان هي تلتزم بالدايت. تاني حاجة ان انت بتحط هدف بعيد قوي قوي ان انت توصل له، يعني عايز تخس 30 كيلو في 15 يوم، الكلام ده مش واقعي. لازم الهدف بتاعك يبقى واقعي، يعني لازم انا اعمل دايت واقعي لنفسي ولجسمي ولحياتي ولصحتي، علشان الدايت ما يعمليش بعد فترة اضرار سلبية على جسمي او على مناعتي او على الاورجنز بتاعتي، او يبدأ ان هو يحطني في الاحباط او الفشل. تالت حاجة ان انا مبقاش عندي وعي كامل بثقافة الاكل، بمعنى ان انا في بعض الناس بتبقى ملتزمة التزام صارم والكلام ده مش صح. يعني انت مش لازم تمشي على الدايت بحذافيره 100%، لا، هو انت لازم يبقى عندك اوبشنز كتيرة تبدأ تتحرك فيها. يعني مثلا ممكن ابقى اكل بياض بيض او اكل فراخ او اكل سمك او اكل تونة مثلا، دي مجرد امثال. لازم يبقى عندي اوبشنز كتيرة متوفرة والنسب تعادل الكالوريز او احتياجات اللي انا محتاجها في اليوم.
رابع حاجة ودي حاجة برضو مهمة جدا بتقابل ناس كتير، الدايت اللي خس عليه زميلك مش انت هتخس عليه، او الناس اللي بتنقل خبرات شخصية للناس ان انت تقول له خد الدايت ده مش عليه يخسسك 30 يوم 30 يوم 30 كيلو والارقام دي، الحاجات دي مش صح. لازم اعمل دايت يبقى مناسب لي انا عشان اقدر من خلاله اوصل للهدف بتاعي. خامس حاجة ان الناس بتعمل دايت من غير رياضة، دي اكبر مشكلة الناس بتواجهها، هو عايز يخس بس فبعد فترة يلاقي جسمه بدأ يترهل فيقول لك ايه ده الدايت عمل لي ترهلات فيوقف دايت خالص. لا الكلام ده مش صح، لازم تعمل دايت مع رياضة، الاتنين بيكملوا بعض، مفيش دايت من غير رياضة، مفيش رياضة من غير دايت او من غير حتى ما تنظم اكلك. لازم تبقى فاهم ان الرياضة والدايت بيكملوا بعض. عشان تنزل في الوزن الكلام ده مش صح، ان انت تعمل دروب جامد في الوزن الا لو انت لو في حاله حد هيعمل عمليه وحد عنده مشاكل في المفاصل ممكن يعمل دروب في الوزن، اوكي مفيش مشكله. بس انا لو شخص عادي وقادر العب رياضه ما اعملش دروب في الوزن، لا انا احافظ ان انا انزل في الفات وازيد عضلات. يعني لو انا وزني 60 كيلو واحد تاني وزنه 60 كيلو، انا نسبه الفاتس عندي 13% وواحد نسبه الفاتس عنده 30%، اكيد ال 13% شكل جسمه وصحته والبرفورمانس بتاعه احسن من اللي فات بتاعته 30%. لازم اركز ان انا لوس فات وجيم ماسل عشان ابدا ان انا اكمل في الدايت واستفاد بيه 100%. لازم ان انا احافظ على الخمس نقط دول وابدا ان انا امشي مع كل نقطه صح عشان اكمل في الدايت وابعد عن الاحباط والفشل. تابعوني في الحلقات اللي جايه هبدا اشرح لكم انواع الدايت وازاي تنفذوه. بجد التحيه بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وخلونا بقى نتابع يعني بشكل عملي اكتر ايه الاجراءات اللي تم اتخاذها بالفعل على ارض الواقع في مختلف المجالات. نبدا اخبار. طيب هنروح لوزاره الطيران المدني سريعا كده. اصدر وزير الطيران المدني الطيار محمد منار توجيهات بسرعه تقديم كافه التسهيلات اللازمه للسفر ولعوده المصريين والاجانب من والى مصر قبل توقف حركه الطيران للمطارات المصريه في الحياة اعتبارا من ظهر يوم الخميس القادم باذن الله وحتى نهايه شهر مارس الجاري باذن الله. ان شاء الله يعني الناس تبدا تنسق بسرعه يا جماعه، واللي عايز يلحق يرجع مصر او يعني مرحله العوده يعني يتم انهاء الاجراءات بشكل سريع. ووزير الطيران المدني اكد ان الهدف الرئيسي طبعا من قرار تعليق الطيران هو الحفاظ على صحه المواطنين، وده اللي دول كتيره بالمناسبه طبعا اتخذته. بقالنا في انعقاد يوم واثنين واكثر من الاسبوع اللي فات، وفي النهايه في لجنه دايمه لاداره الازمه برئاسه دوله رئيس الوزراء ومعالي وزير الاعلام ومعالي وزير السياحه ومعالي وزير الطيران، بننظر للامور مراقبه عن كثب. تم اتخاذ القرار النهارده من جانب دوله الرئيس ومن جانب اللجنه بتعليق حركه الطيران اعتبارا من الخميس 12 ظهر من والى جمهوريه مصر بكافه مطاراتها. بندي الفرصة دي علشان إخواننا المصريين في أي مكان عايزين يرجعوا أو ضيوفنا اللي في مصر عايزين يسافروا، فبنوفر لهم كل السبل. إحنا مش أول دولة نتخذ هذا القرار، دول كتير في المنطقة خدت إجراءات احترازية أشد من كده. إحنا كل القرارات دي اللي بتكلف الدولة مليارات هدف حاجة واحدة، هي صحة المواطن، لأن أهم شيء حسب توجيهات فخامة الرئيس هي صحة المواطن عندنا أهم من أي مبالغ أو اقتصاد. طيب بنروح بقى لوزارة السياحة والآثار. وزير السياحة والآثار دكتور خالد العناني قال إن قرار تعليق الطيران اللي أعلنه رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ده إجراء مدته قصير، مدته ما بين يوم الخميس الجاي إن شاء الله ولحد نهاية الشهر. بالظبط يعني كان تقريبا في 10 أيام 10-15 ما فيش 12 يوم تقريبا يعني. في الحقيقة طبعا قرارات مهمة جدا جدا، ولكن الاستغلال هيكون ازاي ده اللي كمان أكد عليه وزير السياحة والآثار دكتور خالد العناني. قال إن يتم استغلال الفترة في تعقيم الفنادق وتدريب الأطقم الطبية بهدف الحفاظ على صحة المواطنين، وكمان مشيرا لمصر جزء من الأزمة العالمية. في نفس الوقت بدأنا نلاقي ان دول اخرى كمان بدأت انها تعمل كده، فاحنا خدنا القرار اللي دولة الرئيس اعلنه النهارده بتعليق الطيران. استفدنا من بعض التجارب ان احنا في دول كانت علاقه الطيران يوميها، احنا ادينا مهله لغايه يوم الخميس الظهر يعني حوالي 3 ايام عشان الناس اللي عايزه ترجع اللي كانت بره نقدر نديها الوقت انها ترجع بدون اي ضغط.
وفي نفس الوقت الناس اللي موجودة بالفعل اللي وصلت امبارح أو الامبارح من يومين من ثلاثة وكانت جاية في برامج وكان مقدر أنها ترجع مثلا بعد 4 أيام بعد 6 أيام بعد 8 أيام هترجع وفقا لبرنامجها الطبيعي. ده إجراء زي ما دولة الرئيس أعلن مدته من يوم 19 لغاية يوم 31، هي فترة قصيرة. الفترة دي احنا كفنادق وكمنتجعات وكمطارات هنشتغل على التعقيم، على تدريب العاملين، في شركات طبية بدأنا نتعاقد معها. ده مهم ان يعني طبعا هي الأزمة حاجة جديدة بالزبط. علينا كلنا ما عندناش برضو ثقافة التعامل الوضع كده كمان يعني ان الموضوع مرعب يعني مش عايزين نبقى خايفين بشكل يوقفنا عن الحركة يعني، بس نبقى عاملين احتياطاتنا اللازمة. زي ما كنا بننوه في بداية الحلقة ان يعني مهم كل واحد يعمل دوره. مناشدة بقى خاصة للتجار واصحاب السوبر ماركتس والناس اللي ممكن بعد الشر تفكر انها تستغل الازمه. ده امر يا جماعه الحقيقه غير انساني بالمره، ودي وقت ازمه زي وقت الحروب، يعني المفروض الناس تبقى فعلا متكاتفه مع بعض بشكل كبير جدا. يعني يمكن وزاره التموين اكدت ان من جانبها ان احتياطي البلاد من السلع الاستراتيجيه امن، واشارت الى ان الدوله طبعا لازم تتصدى بكل حزم لكل من تسول له نفسه انه يتلاعب بمقدرات المواطن المصري. احنا برضو بنساعد في الازمه كريم، يعني احنا فكره ان انت تنزل ما تلاقيش حاجه في سوبر ماركت ليه؟ يعني ده ما حصلش يعني ايام، يعني ده ما حصلش ايام مثلا 25 يناير. احنا الوضع اللي احنا شايفينه ناس تتكالب وبيشتروا حاجات لا الموضوع مش كده، يعني ملهاش كده يعني كده السلع موجوده بالزبط. ومش هيحصل حاجه، الحاجات موجوده والحاجات متوفره بالزبط. والسلع يعني المخزون الاستراتيجي امن جدا، مش فيش حاجه هتطرق تخلي الحاجات ما تبقاش موجوده. لغايه ما هنالك بدل ما كنا بننزل نشتري احنا كلنا كعائله، الاب او الام بس هم اللي هينزلوا يشتروا، ويشتروا زي ما كانوا بيجيبوا قبل كده يعني، لا اكتر ولا اقل. بس ما نخلقش نوع من الازمه بلا داعي، يعني خلق نوع من الازمه بلا داعي. على العموم برضه يعني في الحقيقه اي حد هيلاقي فيه استغلال من اي تاجر او من اي محل او اي سوبر ماركت المفروض يتوجه مباشره لجهاز حمايه المستهلك بالاتصال. وهم كمان بيناشدوا المواطنين ان اي حد يتعرض او يعني يشوف ان السلعه اللي كان بيشتريها بغير الرقم اللي موجود فيه يتصل مباشره. في خط ساخن طبعا بالظبط، الخط الساخن يعني يتم الاتصال مباشره بجهاز حمايه المستهلك لاتخاذ الاجراءات اللازمه. نشوف التقرير مع حضرتك. بعد أن أعلنت الحكومة تعليق الدراسة لمدة 15 يوما في إجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا في البلاد، شهدت بعض المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الكبيرة لبيع المنتجات إقبالا كبيرا من المواطنين لتخزين المواد الغذائية، الأمر الذي أثار دهشة الكثير. يعني بفكر مش مظبوط انه عايز يخزن بضاعه، احنا بنقول له احنا موجودين على طول، زائد ان البضاعه موجوده سواء في المجمعات هنا او في اي مجمع تاني، الشركات موفره عن طريق وزاره التموين والشركه القابضه موفره كل السلع، تكفينا 3-4-5 شهور موجوده في المخازن وكل حاجه متوفره في المجمعات. من جانبهم حذر بعض الخبراء من ظاهره التكالب على السلع الغذائيه، موضحين ان مصر لديها رصيد كبير من السلع يكفي لشهور، فلا داعي للقلق. اعتقد ان احنا تكالب المواطنين ده بي 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 بيخلق فرصه لجشع التجار، بيخلق فرصه للتكالب على هذه السلع. التكالب في حد ذاته ممكن يضر هؤلاء المواطنين من خلال التنافس والزحام اللي موجود في هذه السوبر ماركتات، يعرضهم ويعرض صحة هؤلاء للخطر. تباينت ردود فعل المواطنين حول سلوكيات الشراء، فالبعض رأى أن هناك أناسا يشترون احتياجاتهم الأساسية، والبعض الآخر يشترون بكميات كبيرة، وهو الأمر الذي ربما يزيد من أسعار السلع بالسوق المحلية. فيش داعي للقلق والخوف والحاجات دي، يعني الحمد لله البلد فيها خير كتير والدولة موفرة كل حاجة، وكل حاجة موجودة زي ما حضرتك شايفة، السكر، الدقيق، الرز، كل حاجة موجودة، الزيت، كل حاجة موجودة. بس في ناس بتحب تاخد حاجات زياده خوفا من كورونا، خايفين ان ما يبقاش ما يعرفوش ينزلوا بعد كده او ما يقدروش يشتروا حاجه. بس في ناس تانية بتاخد احتياجاتها بس، يعني انا جيت النهارده خدت اللي انا عايزاه الطبيعي، الحاجات الطبيعيه اللي انا محتاجاها، ما خدتش حاجه زياده. في سوبر ماركتات كتير عليها اقبال، يعني الناس انا شايف ان هم بيبالغوا شويه في الاقبال ده، يعني زي ما يكون بيشتروا في اخر ذاتهم، يعني لانه الموضوع عادي، يعني هو موضوع الفيروس او الحاجات اللي احنا يعني شايفينها في البلد الحمد لله يعني مش موجوده بزياده،
الموضوع فيه سيطرة. الحكومة من جانبها قالت إنها ستتعامل بقبضة من حديد مع المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفائها أو يرفعون الأسعار بدون مبرر. مخزون السلع الاستراتيجية يكفي لاستهلاك المحلي، وهذا ما يؤكده المسؤولون، بينما يحذر مراقبون من اتجاه المواطنين لتخزين المواد الغذائية بكميات كبيرة مما يرفع أسعار السلع بالسوق وفقا لنظرية العرض والطلب. أسمى حسن، أنيل. إن شاء الله أزمة وهتعدي وهننزل نجيب حاجة رمضان، بس كلنا مع بعض كده لحد تجاوز الأزمة دي إن شاء الله بعد الأخير. ده الكلام ده كان في مصر. خلونا بقى نطلع للدول العربية. سوريا أعلنت تطهير وتعقيم جميع الأماكن العامة ووسائل النقل، طبعا بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين عندها من فيروس كورونا. كمان أعلنت الجزائر تعليق الرحلات الجوية، ودعت الإمارات لتأجيل إقامة حفلات الأعراس والفعاليات الاجتماعية بشكل مؤقت. نشوف تقريرنا مع حضرتك. تدابير وإجراءات احترازية تسارع الدول العربية لاتخاذها من أجل التصدي لخطر تفشي فيروس كورونا المستجد، والهدف هو صحة المواطنين وسلامتهم. الحكومة الكويتية أكدت أنها لن تتوانى في اللجوء إلى خيار فرض حظر التجول في البلاد أو حتى الإبعاد الفوري لبعض الوافدين إذا لم يكن هناك التزام بالتعليمات المفروضة في إطار مكافحة الفيروس. وفي سوريا بدأت الحكومة تطهير وتعقيم جميع الأماكن العامة ووسائل النقل بغية الحفاظ على سلامة المواطن. وإلى شمال أفريقيا أعلنت المغرب إغلاق المقاهي والمطاعم ودور العرض وقاعات الحفلات والرياضية حتى إشعار آخر، داعية المواطنين إلى تجنب ارتياد أماكن التجمعات المكثفة. وأسوة بباقي الدول في تعليق الرحلات الجوية، أعلنت الجزائر والأردن تعليق رحلاتهما، ودعت الإمارات رعاياها للعودة للبلاد، ودعت إلى تأجيل إقامة حفلات الأعراس والفعاليات الاجتماعية بشكل مؤقت، كما قررت تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة في جميع أنحاء البلاد مؤقتا. بينما أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عزم المملكة تنسيق التعاون الدولي لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة لتخفيف تداعياته الاقتصادية، وذلك في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام. وباء من أجل مكافحته، أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني حالة الطوارئ الصحية بالبلاد رغم أنها لم تسجل سوى حالة وفاة واحدة بالمرض، حالة قصوى من اليقظة والتأهب على مستوى جميع الأجهزة بالدول العربية، وكل ذلك من أجل هدف واحد هو تحقيق النصر في معركة مواجهة فيروس كورونا. حقيقة يعني من الأرقام المفزعة جدا اللي بتحصل في إيطاليا، يعني إيطاليا من الدول إن شاء الله يا رب بإذن الله يعني تتجاوز الأزمة دي. للأسف أعلنت امبارح مثلا أكبر عدد من الوفيات، كان تقريبا 349 حالة وفاة جديدة، وكده يتجاوز عدد الوفيات أو حصيلة الوفيات في العالم تجاوزوا 7000 شخص. الحقيقة كمان أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قيود على الحركة والتنقل داخل البلاد لمدة 15 يوم جديدة لمكافحة فيروس كورونا. طبعا أوروبا كلها في الحقيقة طبعا قفلت حدودها، أسبانيا نفس الموضوع، ألمانيا نفس الموضوع. في الحقيقة طبعا في حركة يعني قيود كبيرة جدا جدا على النقل في أوروبا، طبعا باعتبار أنه زي ما قال تيدروس أدانوم اللي هو مدير منظمة الصحة العالمية، قال إن للأسف أوروبا أصبحت بؤرة الفيروس بشكل كبير. خلينا نشوف التقرير مع حضرتك. مع انتشار وباء فيروس كورونا في أغلب دول العالم، رفعت السلطات الصحية في كل دولة شعار البقاء في المنزل والتباعد الاجتماعي، داعية كل المواطنين إلى الالتزام بالشعار. اعتبارا من اليوم ولمدة 15 يوما على الأقل، سيتم الحد من تنقلاتنا بشكل كبير للغاية ومعاقبة أي انتهاك لهذا القرار، كما سيتم إرجاء الدورة الثانية من الانتخابات البلدية التي كانت مقررة في 22 من مارس. البقاء في المنزل كان أيضا شعار رئيس الوزراء البريطاني للمواطنين، مناشدا البريطانيين للعمل من المنزل. الآن هو الوقت الذي يجب على كل فرد وقف التواصل غير الضروري مع الآخرين، ووقف أي رحلات للسفر غير الضرورية.
نحتاج إلى بدء ممارسة العمل من المنزل. يجب أن نتجنب النوادي والمسارح وغيرها من التجمعات. لو ظهرت على أي شخص أعراض السعال والحمى المستمرة سيتم عزل المنزل بأكمله لمدة 14 يوما. إيطاليا البؤرة الأساسية لفيروس كورونا في أوروبا التي استحوذت على ثلث عدد الوفيات المسجلة في العالم، فرضت الحجر الصحي على 15 مليون مواطن في شمالي البلاد. أما سائر الأنحاء فتحرك المواطنين لا يتجاوز حدود المنزل. وإزاء انتشار الفيروس بسرعة في القارة العجوز، اقترحت المفوضية الأوروبية حظر السفر غير الضروري بين دول الاتحاد الأوروبي مع تزايد عدد الدول التي قررت إغلاق حدودها. وفي إيران أول بؤرة خارجية لانتشار فيروس كورونا خارج الصين، قضى الفيروس على أحد أعضاء مجلس الخبراء، وقدم قائد الحرس الثوري مناشدة بالغة لبقاء المواطنين في منازلهم. مردم عزيز، أناشد المواطنين وألتمس منهم البقاء في منازلهم، لا تتحركوا خارج بيوتكم. بقاء الفيروس يعتمد على تواصل بعضكم مع بعض، فإذا قطعنا هذا التواصل سيموت الفيروس. أما الصين التي صدرت للعالم الفيروس القاتل بعد ظهوره في بؤرته الأساسية بمدينة ووهان في مقاطعة هوبي، بدأت في التعافي من المرض مع تسجيل البلاد أقل عدد ضحايا وإصابات يومية منذ ظهور الفيروس في ديسمبر الماضي، وبدأت في نقل خبراتها العلاجية للخارج. طيب نروح بقى اليابان. منظمون قالوا أنه تم تقليص أو تقرر تقليص مسيرة شعلة التعافي الخاصة بدورة طوكيو 2020 الصيفية في مناطق اليابان الأكثر تضررا جراء كارثة الزلزال وموجات المد العاتية في 2011، وده بسبب مخاوف طبعا من انتشار العدوى بفيروس كورونا. هي كمان كان المقرر أن تبدأ الشعلة لمدة 6 أيام قبل بدء المسيرة الرسمية لشعلة الأولمبياد في يوم 26 مارس الجاري. وقال لمنظمو مسيرة الشعلة الأولمبية أن الخطوط العريضة لمسيرة الشعلة الأولمبية ستمضي قدما كما هو مخطط تقريبا، فيما عدا إلغاء بعض الجوانب مثل مراسم الاستقبال بحضور الأطفال. وقالت اللجنة الأولمبية اليونانية أن مراسم تسليم الشعلة الأولمبية من أثينا ستتقلص هذا الأسبوع بحضور عدد محدود جدا من المسؤولين وحملة الشعلة داخل الاستاد. ولا تزال اليابان تستعد لاستضافة الأولمبياد المقرر لها من الفترة من 24 يوليو وحتى 9 أغسطس رغم المخاوف العالمية. وكمان تزايد الاحتمالات بتأجيل الأولمبياد بعد أن طلب الرئيس الأمريكي ترامب المنظمين بالتفكير في تأجيل المنافسات لمدة عام. طيب يعني دايما بنقول ان في وسط الازمات لازم كده تلاقي فيه ابتسام، يعني احنا مثلا الكوميكس المصريين على الموضوع فظيع. يعني والاغاني اللي عملوها الاغاني اللي اتعملت فعلا على يعني الكورونا يعني حل يعني فعلا بحسب تعليق احنا هنجيب للكوكب صدمه من كتر ما احنا ما الكوميكس يعني هي خفه الدم طبعا مطلوبه، بس برضو ده ملوش علاقه بان احنا بناخد احتياطاتنا، احنا بس بنحاول نخفف من وقع الازمه ونقدر ان احنا نتعامل معاها. في الأردن كان في طريقة مختلفة، مصممة أزياء أردنية قدمت لمسة جمالية للكمامات الطبية علشان تساعد الناس، تشجعهم إنهم يحطوها طبعا في ظل المخاوف الواسعة من انتشار فيروس. لا نطلب عايز كورونا بينك ولا عايز كورونا بلو ولا عايز إيه؟ والله عايز شفت كمامة شكلها إسود ولونها إسود كانت لطيفة جدا. والله عجبتك؟ كان فيها ورد ولا مش؟ لا سادة. عايز واحدة بستراسية. طيب بتتألق كمان مصممة سامية الزقلة بكمامات طبية ملونة مزينة بقطع الكريستال ولتشجيع الناس على الالتزام بإجراءات السلامة الضرورية لمنع تفشي الفيروس. وأضافت كمان الهدف من وراء تزيين الكمامة أو الماسك لتشجيع الناس أنهم يلبسوا الماسكات، وطبعا مش طبي 100% بس بترغب لتزيين من يحبون وبتتابع الموضة العالمية ويقدر يلبسها الشخص كغطاء فوق الماسك الحقيقي. وقدمت المصممة كمامات هدايا لشخصيات مؤثرة ومشاهير وضعوها وشجعوا الآخرين على وضعها من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. الحقيقة برضو في الموضوع ده بنشجع كل الحقيقة، يعني كان في صيدلي مصري قام ووزع كمامات للأطفال في الشارع كنوع من أنواع التشجيع، يعني في مبادرات كتيرة جدا بصراحة كتير. يعني أشوف الموضوع ده كتير جدا، حتى في مبادرات للتثقيف الخاص بها وتوزيع منشورات ازاي تتقي نفسك وازاي تلتزم تعليمات السلامة. لا ده بتبقى منشورة ده بيعجبني جدا حتى على المستوى الشخصي، يعني لما بلاقي حد واقف مع مثلا حارس العقار أو كده ويوعي يقول له ولادك ما يطلع
يطلعوش ما يمسكوش ما ياكلوش بشكل ما يلعبوش في الشارع بتوع. الحاجات اللي بتوع بالذات كانوا في الارض دي يا جماعه على فكره ما تستهونوش بالنصايح البسيطه دي. طيب مع تعليق السعوديه للرحلات الجويه الدوليه واغلاق اماكن الترفيه وكان ده كان في اواخر الاسبوع الماضي بسبب المخاوف طبعا المتعلقه بانتشار فيروس كورونا ولا كثير من السعوديين والمقيمين في المملكه وجوههم صوب الصحراء المفتوحه وده علشان يحاولوا ان هم يلاقوا مكان يقدروا ان هم يعني يلاقوا مكان سياحي خلاب يحصلوا فيه على بعض او جانب من الترفيه. والله فكره لطيفه جدا. اعتقد كورونا بيروح الصحراء بقى لا خالص بقول لك حتى الاماكن المفتوحه مش فيها مشكله يعني ممكن واحد يخرج فعلا يقعد في الصحراء يقعد مثلا مش عارف يقعد فين يعني يقعد في بيته على حته مفتوحه في بيته يقعد قدام الشباك يعني يشوف له حاجه بلكونه كده يعني. في الحقيقه بيقول كمان المرشدون ان الخروج للصحراء الوعرة على مشارف العاصمه الرياض بيشهد اهتمام بالغ جدا في هذه الفتره. يمكن كمان لما يبحثون عن عزله بعيد عن بيوتهم ان يسيروا مسافه ساعتين بالسياره شمال غرب الرياض حيث موقع حافة العالم ليجدوا منحدرات ترتفع حوالي 300 متر وتتيح رؤية أفاق شاسعة من الصحراء وبتنقل حافلات وسيارات رباعية الدفع الأسر والأطفال والشباب للموقع الصحراوي في رحلات اليوم الواحد من أجل الاستمتاع بالصحراء في منطقة تخيم عليها المنحدرات وفي الصحراء معروفة رسميا باسم جبل فهرين على مسارات تجارة القوافل القديمة. مهنة صناعة النحاس من المهن التقليدية القديمة جدا في العراق. في حرفي النحاس العراقي نور الدين عباس بيصنع أواريق وأباريق أواني وأباريق وصواني لامعة من النحاس. يعتبر يا عمرو ده من الناس القليلة جدا تقريبا في الموصل يعني طبعا بعد كمان ما المدينة ما تعرضت لدمار طبعا في مصر. حتى كمان مهنة النحاسين وشارع النحاسين في مصر يعني من الشوارع المعروفة جدا متراجع بس طبعا كان ليها يعني رونق زمان ما بيقولوا بيحب الناس تروح تشوف دق النحاس ويقول لك عايز اشوف دق النحاس او دق على النحاس. الحقيقه طبعا مهنه جميله جدا ومهنه عريقه ولها طبعا جذور تاريخيه طويله. خلينا نشوف التقرير مع حضرتك ونرجع مره ثانيه. بدءا من مجرد قطعه من النحاس ينطلق الحرفي العراقي نور الدين عباس لصنع اباريق واواني وصواني لامعه. حرفته قديمه تمارس منذ الاف السنين. نور الدين عباس نحاس صاحب ورشة في غرب الموصل يقول إن عمله له قيمة ثقافية مؤكدا أنه بالرغم من الأوقات العصيبة فإنه يرفض التخلي عن حرفته. وإحنا نعتز بها، هاي مهنة تراثية، مهنة آبائنا وأجدادنا، فنحن بقينا عليها وإلى حد يومنا هذا رغم هاي الظروف اللي عمر بها، فعن ناضل وعن كافح بها للشغلاي وما غيد نتركها لأن هاي مهنة تراثية. أثناء عملها على المعدن يستمتع الناس بالقرع الصاخب أثناء صنع المنتجات، وتعتبر تلك المهنة من المهن التي تتوارث من جيل لآخر. فعندما بدأ العمل في تجارة النحاس لأول مرة كان هناك زقاق في سوق مكتظا بورش النحاس والأواني النحاسية، لكن العديد من النحاسين اختاروا الابتعاد عن هذه الحرفة بسبب انخفاض الدخل، خاصة أن النحاس باهظ الثمن مقارنة بالمعادن الأخرى، كما أن الأواني النحاسية المصنوعة يدويا تواجه منافسة شديدة من البدائل المستوردة المصنوعة في المصنع. والله قبل كان السوق مزدهر بالناس وتعرف صوت التشكوج وصوت الصفيغين يعني كثير كنا متونسين، فهسه الناس كلها انتقلت الى مكان اخر واحنا نريد يرجع هذا السوق، نريد الناس ترجع مثل قبل واحسن هام وترجع هاي مهنتنا، هذه ما نريدها تنعاب. هذا هو التحدي الاكبر لعباس الذي يقضي معظم الاسبوع في صنع ابريق متوسط الحجم، لكن قد تكون هناك بطانه فضيه لأن بعض الناس يعودون إلى الأواني والصواني النحاسية، ولأنها جيدة التوصيل للحرارة يطلب صانع الحلويات من عباس صواني مصممة خصيصا لهم، حيث اعتاد تلك المحال استخدام الأدوات المصنوعة من النحاس لما تحمله من شكل جمالي محبب للعين. طيب خلونا بقى نتابع أهم وآخر أخبار الرياضة. نروح مع أخبار الرياضة مع الزميلة منى الشايب بعد الفاصل. مع حضراتكم نعود من جديد لسلسلة الصباح، ومعنا